اختلاف الناس عادي في الأمور العادية. من يحس بأنه وكيل آدم ترى ما هو وكيل. لا تحاول تقنع الناس بقناعة داخلية، كل زور فيه شور وكل راس فيه حيلة. في ناس تشوف الأشياء المستطيلة دائرية، وفي ناس تشوف الأشياء الدائرية مستطيلة. خل قلبك قلب ديب، وخل نابك ناب حية، وخلك حصان اللي من الصهل يعرف صهيلة. يلا لك الحمد، اللهم دمها من نعمة ولا تزينها، فواكه وعصير وطرطه قاتوه يعني شوي معلش، ومعجنات وقهوه وشاهي وعلوم طيبه كلها. يا الله لك الحمد، يا الله لا تزيلها من نعمه وتزيدها وتحفظها وتكفينا شر من في الشر وتعطينا خير من عند خير. احبكم يا اخوان ويا اخوات. وفي ناس يعني ممكن بعض الاشياء ما تعجبها وتنرفزها، لكن تراني يعني ما خطيت في شيء يا اخوان. اللي ما في خير لاهله ما في خير للناس، وانا والله ما عندي في هالدنيا غير اهلي وابوي وامي واخواني وخواتي وزوجتي، وانا ما ادري كم ما اعيش عمر. انبسط واستانس ولا شقيت في الدين، الحمد لله. والله يجعلنا قدوة حسنة للناس اللي تعامل أهلها ويتبعونا، يجعلنا سنة طيبة. فلا تشخصنونها شوي، أحبكم ولا تشخصنونها شوي.